شلونك السمي؟ انا اسمع شو ولد السمي غششني كذا. كيف قدراتك؟ طيبه الامور ماشيه؟ الله يحييك ان شاء الله. ايش ريح العطر اللي فيك يا ان شاء الله تبارك زين يا الله يطول عمرك. طيب يقول لك سؤال لابو مفلح، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم طويلا جدا أو قصيرا أو مربوع القامة؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم طويلا جدا ولا قصيرا ولا مربوع القامة؟ تبغى اتصال؟ اتصال جاهز؟ أعطونا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعني من الجوال، مساك الله بالخير يا غالي. يا مرحبا. اسم الكريم طال عمرك ومن وين؟ رعد العتيبي. ونعم يا رعد، يلا حية. الله يبقيك ويعافيك. شلونك طال عمرك؟ الله يطول لي عمرك. رعد أنا بسألك سؤال غير، لأن السؤال اللي سألته اللي قلته الحين قبل شوي الإجابة هنا مهي بدقيقة بالحيل، لذلك بنبعد الشبه ونغير السؤال. السؤال طال عمرك يقول ما هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدر ولا أحد ولا الخندق؟ بدر. إجابة صحيحة، بيض الله وجهك رعد، يعطيك ألف عافية. إيش حاب تقول يا أبو؟ الله يبيض وجهك يا رعد، ولا أنت أبيض وجه. لا أنت رعد، ويعطيك ألف عافية. 50 درجة بحسابك، تبيها وتكتفي تقهوى ولا تكمل؟ لا أعطني تكمل؟ يلا بيكمل أخونا أبو مفلح، جعلها يسلم. من قال سال. طيب أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة ولا السيدة خديجة ولا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنهن؟ استعان بصديق. استعان بصديق. ما أنت بي من الشباب؟ مخلد. مخلد ما شاء الله، مخلد شكل معه بروفيسور. هم سمينا جوجل ايجنت. بيشتغل. هاي مخلد. لا طيب، خليل رضي الله عنه. متأكد؟ وتزوجها النبي وهي أكبر منه ب 25 عام. بيض الله وجهك، إجابة صحيحة. الله يبيض وجهك. 100 درجة. طيب. الله وجهك. السؤال اللي بعده يقول لك من هو الصحابي الذي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة ليعلمهم؟ مصعب بن عمير، عمرو بن العاص. وقف التايمر شوي. مصعب بن عمير، عمرو بن العاص، الأرقم ابن أبي الأرقم. احذف إجابة. شوي التايمر بعد السؤال يبدأ. احذف الإجابة. حذف إجابة. حذف إجابة. طيب باقي معك طال عمرك مصعب بن عمير ولا عمرو بن العاص؟ حذفنا الأرقم بن أبي الأرقم. مصعب من؟ مصعب بن عمير. أنا بالخيرات خيرات. مصعب ومن؟ مصعب. لا إله إلا الله، هذا اللي قد صقدها بيطلع، جاء واحد أنقذه جالس 20 سنة. إجابة صحيحة، يستاهل. بيض الله وجهك. إيش قومك يا ولد؟ لا أنت بحقها. لا أنت. 150 درجة لأبو مفلح. طيب. ولا بغيت بحقها، بغيت أقول عمر العاص. يلا حية. أنت كنت هناك، كيف جيت هنا؟ سمحت له؟ سمحت له؟ بيض الله وجهك، تراك تمسك مكانه. لا بعدها. يلا كيف حالك؟ كم عدد السنان القطو؟